سمعتها واتصلوا بي الاخوان وسمعت هذه الميل اللي كنهضر عليها. وفي الحقيقه راه هذه هي الحاله اللي خاص يوقف عليها الانسان. هذاك السيد ما طلب حتى شي حاجه، طلب باغي رجيله على شي لقط طرف ديال الخبز وليداته. وهذو هما الحالات اللي خاصنا نوقفوا فيهم حنا الفنانه. كندوي بسيفتي كفنان، انا مرحبا واف مرحبا. سي ابراهيم سعيد الخرويت يقول لك مرحبا، انا مع الجمعيه ومع اللجنه اللي غيتنظم الحفل ولا كانت شي حاجه، انا معكم باش ما ماديا ولا معنويا انا موجود. انا عز عليا هاد الناس المساكين كيكونوا الله يكون في العون. هو مسكين قال لك انا ما باغي والو. هاد السيد ما طلب حتى شي حاجه، ماشي كيسعى ولا شي حاجه، طلب العوين من عند الناس اللي طلبوا منهم باش يعاونوا هاد السيد باش يركب ديك الرجيله ويخدم على وليداته. هادشي اللي طالب وانا موجود كسيفتي سعيد الخريبكي. مرحبا خويا، انا موجود والله الا موجود بالله.